مساء الخير على حضراتكم متابعي ابو جرين ميديا. حلمهم ان هم يطلعوا زي محمد صلاح ويمثلوا بلدهم في الفرق الاحتراف العالميه. نادي كفر الشيخ عامل يعني تدريبات للناشئين، ولكنها طبقا لاختبارات متنوعه وعلى نسب تاهيل عاليه جدا للغايه. شايفين الاعداد الكبيره مع انطلاق طبعا اجازه الصيف، بتبدا طبعا عمليات التدريب الكبيره. لكن هقول لكم ان كل الشباب اللي انتم شايفينهم ده حلمهم ان هم يحققوا لمصر في المستقبل والوقت القريب كأس العالم، يعني دي امنياتهم. هنشوف النهارده من خلال التدريبات المتنوعه في نادي كفر الشيخ احد اهم الانديه في محافظات الدلتا للتدريبات. بيواصلوا في عز الحر في تدريباتهم وسط درجه حراره مرتفعه جدا علشان يطلعوا نجوم. حلمهم زي ما قلنا كلهم ان هم يكونوا زي محمد صلاح. هنتابع طبعا من خلال داخل نادي كفر الشيخ، ده تحقيق، ده كنز مصر، ده البراعم، هم الشباب المستقبل خلال المرحله المقبله لتمثيل مصر في اكبر الانديه وكذلك الاحتراف العالمي. تعرف على حضرتك كابتن محمد صلاح. كابتن محمد، قول لنا بقى، احنا التدريبات، احنا دلوقتي في جو درجه حراره عاليه، ورغم ان دولت الناشئين والبراعم ده بيتدربوا واغلبهم يعني حلمهم الكابتن محمد صلاح نجمنا نجم ليفربول. باذن الله الملعب بيجهز ان شاء الله اهوت، وبنعمل مراحل على مرحلتين. ابناء المحافظه اللي من المدينه هيجوا بالليل ان شاء الله، واللي بيجوا من بيجوا مسافرين هنخليهم المساعدة. انا عاوز بقى تقول التدريبات اللي هي اللي موجوده المتنوعه المختلفه دي اهمها ايه واحنا في عطلة. والله احنا عندنا الكابتن صالح سليم، احمد ده كابتن صالح سليم راجل تربوي من الدرجه الاولى. قطاع الناشئين ده اهم حاجه التربوي قبل الكوره. قبل الكوره يعني هنا التدريبات لها اسس علميه وطريقه علميه بالنسبه للتدريبات المتنوعه. كابتن صالح بصراحه وكابتن احمد زاب ما شاء الله عليهم تربوي من الدرجه الاولى، العيال اكنهم ابناء بالظبط. والكابتن احمد زواج ما شاء الله عليه بيقول لهم بالتدريبات حاجه، يعني حاجه تفرح بصراحه. انا رحت على اكاديميات كتير والله ما شفت احلى من الكباتن. بالتوفيق دايما يا كابتن محمد، الله يخليك. الاستاذ احمد راغب عضو مجلس اداره النادي، انتم مهتمين بقطاع الكوره، وكان في تعاقد مع احدى الاكاديميات دون ذكر اسمها اليوم ل يعني تسويق لاعبين واحترافهم بشكل كبير داخل الانديه الكبرى، يعني تقول ايه؟ نعم طبعا، ان قطاع الناشئين ده النواه الاساسيه للفريق الاول، ولازم نبدا من تحت عشان يبقى عندنا فريق قادر ينافس طبعا ويصعد دوري ممتاز ان شاء الله. وطبعا اكاديميه الشباب ده كله طبعا الاطفال اللي موجودين حاليا دول بنعدهم برده ان شاء الله، بناخد منهم الناس الكويسه، ناس عندها مهارات نصعدها ان شاء الله لقطاع الناشئين. وباذن الله طبعا احنا عندنا ملعب ثاني بنجهز فيه دلوقتي عشان خاطر الشباب الصغير ده ان شاء الله، ونوسع من القاعده بتاعت قطاع الناشئين ان شاء الله. مبارياتنا القادمه بقى بننتهز الفرصه في كاس مصر، انه ايه اللي خرجتوا من كاس مصر اللي موجود مصر. لكن انتوا دلوقتي التاهيل بقى للتدريبات علشان الموسم الجديد. وكفر الشيخ كانت مؤهله من 3 سنوات ان هي تقود تكون ضمن الممتاز، ولكن يعني ما كانش النصيب والحظ لم يحالف. هو طبعا المنافسه في الدوري طبعا بتبقى قويه جدا، المظاليم دوري بيه يعني. طبعا بتبقى في الدنيا طبعا غير هنا خالص، والمصاريف بتبقى كبيره جدا، ومن ضمن المعوقات طبعا اللي بتوقفنا على الصعود كل سنه طبعا الناس كلها عارفاها ظروف الماديه للنادي. يلا يا رجاله، بس ان شاء الله السنه دي بنحاول نعد فريق قوي باذن الله، وان شاء الله يكون في نصيب لصعود السنه ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. نشكرك. معانا طبعا كابتن صالح سليم احد المدربين. قول لنا كابتن بقى، التدريبات بكلها طقوس في درجه الحراره، يعني احنا في منتصف اليوم ودرجه الحراره مرتفعه اللي موجود، ودوت الناشئين تقول لهم ايه وامنياتك لهم في الفتره المقبله ان شاء الله؟ والله احنا طبعا قبل اي حاجه بنشكر مجلس الاداره يلا رجال مجلس زاوية اللي شايفين على الرياضة في نادي كفر الشيخ. نادي كفر الشيخ الرياضي، طبعا على رأس المنظومة الكابتن الحبيب مصطفى رئيس النادي، وطبعا هم واقفين معانا وقفة جامدة وبيساعدونا بكل الناشئين دولت بقى. حلمهم ان هم يكونوا زي لعبنا اللاعب ليفربول محمد صلاح. كابتن كل وانا شايف اولياء الامور كمان يعني قطعوا مسافات طبعا علشان خاطر تعالى نكمل بس معانا اللقاء. لا انا خلينا معاك الاول، خلينا معاك، لا خليك ثواني معانا دقيقتين وكمل. طبعا اولياء الامور بيقطعوا مسافات ومن وقتهم في درجه الحراره المرتفعه
خلال اليوم، ومنيتهم ان ابنائهم يكونوا من احسن اللاعبين في مصر ومحترفين في اغلب الانديه العالميه. قول لنا بقى التدريبات والصوره الجميله اللي احنا بس هوا باشمهندس، الصوره الجميله اللي احنا شايفينها دي بالنسبه للتدريبات، يعني ان شاء الله باذن الله هم طبعا براعم وناشئين في اعمار مختلفه، اهم حاجه في التدريبات ايه وعلشان ان هم يكون حلمهم نتمنى ان هم يحققوا بعد كده كاس العالم بالنسبه لمصر؟ يعني والله طبعا احنا بنشتغل بشغل تقني يعني ملتزمين بيه كويس قوي، عشان دول لسه براعم وناشئين، لسه الجهاز العظمي بتاعهم والجهاز العصبي ما اتكونش لسه، فبنحاول بقدر الامكان ناخد الحاجه اللي تفيد الولد بالنسبه للقوه وبالنسبه للسرعه وبالنسبه للتحمل، ناخد الاجزاء المعينه اللي هي تمشي مع كل برعم من البراعم ديت ونشتغل معاه، وبنبعد طبعا كل الشغل اللي فيه القوه وفيه التحملات العاليه عن الولاد، لان طبعا زي ما قلت حضرتك ان لسه الجهاز العصبي والجهاز الدوري التنفسي بتاعهم ما يقدروش يستحملوا الحاجه دي، فاحنا بنقدر نشتغل معاهم على قد ما بنقدر، بنشتغل معاهم بشغل علمي وبنحاول بقدر الامكان نشتغل في المكان اللي حضرتك شايفه ده على قد ما نقدر، يعني على قد الامكانيات اللي موجوده واللي النادي موفرها لنا ان احنا نوفر لهم كل السبل المتاحه على قد ما نقدر، لان طبعا زي ما انت شايف اولياء الامور لف عليهم شويه بالكاميرا، اولياء الامور يجوا من كل مكان في محافظه كفر الشيخ، وطبعا في التوقيت ده التوقيت درجه الحراره طبعا تكون مرتفعه، درجه الحراره عاليه، فبنحاول بقدر الامكان يعني العمليه مش عمليه تدريبيه بس، هي عمليه تدريبيه وعمليه سلوكيه وعمليه تاديبيه، احنا بنحاول بقدر الامكان السلوك والادب والاحترام بيمشي مع التدريب في خط واحد، ما بيخرجش عنه، لا ده بيخرج عن ده ولا ده بيخرج عن ده، على اساس الولد هنا يطلع حافظ على المكان اللي هو فيه في البيت، وبنتابعه في البيت وبنتابعه مع ولي الامر وبنتابعه في المدرسه وبنتابعه في الاكل وبالشرب. طبعا دايما هي الرياضه هي صناعه الامجاد، من هنا طبعا تبدا عمليات التدريب خلاص كده. والتدريبات طبعا المستمرة لنادي كفر الشيخ، بناء جيل قادر على المنافسة في كرة القدم، هي الحلم، هي المعشوقة بالنسبة للملايين حول العالم بالنسبة لرياضة كرة القدم. نتعرف أكثر عن التدريبات المتنوعة بالنسبة لهذه اللعبة، نتعرف على حضرتك. أنا مع حضرتك كابتن أحمد الزواوي، ابن من أبناء كفر الشيخ. كابتن أحمد، أنت ابن من أبناء نادي كفر الشيخ، قول لنا بقى يعني صناعة الحلم نحو أن يكون عندنا 1000 و2000 و3000 واحد زي محمد صلاح، ويكون عندنا العديد من المحترفين اللي مثلونا في الأندية العالمية، وكذلك لتحقيق حلم مصر في الحصول على كأس العالم في الفترة المقبلة، تقول إيه من خلال التدريبات من نادي كفر الشيخ من هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا نادي كفر الشيخ نادي عريق، نادي من الأندية القديمة جدا ولها تاريخ، وكانت في دوري ممتاز في السبعينات، وطبعا احنا بنكافح وبنعمل، وطبعا هو يعني احنا بنجتهد وبنشتغل وبنعمل على قد ما بنقدر، عشان زي ما حضرتك شايف الاعداد كتيره، المكان بردك بالنسبه لنا مسبب لنا مشكله، ولكن بردك بنجتهد وبنشتغل على اساس بردك بنقدر نطلع منهم نجوم. احنا معانا يا كابتن براعم من مدرسه الكوره طلعت بتلعب في الفرق اللي هي اتدرجت دوري، يعني 2008 متاخد من مدرسه الكوره من شغلنا، 2009 2010 واخدين اول مناطق السنه دي الحمد لله. احنا بنشتغل وبنجتهد، وعندنا هنا في كفر الشيخ يعني ولاده بالنجوم، وحضرتك غني عن التعريف، في كابتن محمد عامر، كابتن حميد بسيوني، كابتن عبد الحميد بسيوني، كابتن خالد بسيوني، يعني نجوم تريزيجيه وتريزيجيه موجود، يعني كابتن محمد خيري وسط مولين ومنتخب مصر السابق طبعا، يعني حماده شنقي في يعني تاريخ يا كابتن، والله كفر الشيخ ولاده، ادينا الامكانيات وادينا يعني القماشه موجوده والاساس موجود، لان كلها ما شاء الله عندنا نوابغ والله ولاعيبه موهوب، بس بالتوفيق دايما كابتن احمد، ونتمنى ان يكون نادي كفر الشيخ ممثل طبعا لمنطقه الدلتا باذن الله. هذه هي التدريبات المتلاحقه لصناعه الحلم نحو المستقبل. اتفضل حضرتك، يلا فاتح ضامن، فاتح ضامن، فاتح ضامن، يلا ورا وقدام، اصغر ناشئ اهو بالنسبه للتدريبات، بالجنب، يلا كروس، اعمل كروس، ها كروس، يلا طول طول، يلا
ده برعم صغير اظهر برعم اكاديمي. دايما بننقل لكم كل ما هو جديد بالنسبه لهذه التدريبات. حلمهم ان يصبحوا مثل محمد صلاح ويمثلوا مصر والحصول على كاس العالم. من هنا يبدا الحلم ولا ينتهي نحو المستقبل. من محافظه كفر الشيخ خير الله فيكم.